الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أصدقائي الأعزاء، ابن عطاء الله السكندري كان له كلمة تكتب بماء الذهب، يقول: إن أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك، إن أردت أن تعرف مكانتك عند الله فانظر فيما أقامك الله. هل أقامك على بابه أم طردك عنه؟ هل أقامك مع الشاكرين الذاكرين أم أقامك مع الغافلين؟ لذلك الإنسان دائما وأبدا، واحد سألني سؤال قبل كده، قال لي: كيف أعرف أن الله يحبني؟ أقول لك صديقي، دائما وأبدا تعرف أن الله أحبك إذا أطلق لسانك بذكره. لو ربنا عز وجل ألهمك الذكر فإن الله قد رضي عنك، وإذا رضي الله عنك أحبك. إن أطلق الله لسانك بالاستغفار فقد أحبك الله، إن أطلق الله لسانك بالذكر فقد أحبك الله. ومن أروع ما قاله ابن تيمية رحمه الله، قال: ليس المحبوس من حبس في السجن، ولكن المحبوس من حبس لسانه عن ذكر الله. المحبوس من حبس لسانه عن ذكر الله. ربنا عز وجل في سورة الكهف، ونقرأها في كل يوم جمعة، يقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه الآية لو تأملنا فيها نجد أن الذي أغفل القلب عن ذكره هو الله، ولم يقل أغفلنا لسانه، لأن القلب هو الذي غفل، وإذا أغفل الله القلب أغفل اللسان، لأن اللسان هو مغرفة القلب، والقلب بمثابة النهر، واللسان هو الساقية. وإذا ما صفت الأنهار صفت السواقي. فدائما وأبدا تعرف مكانتك عند الله إن أطلق الله لسانك بذكره. وإذا كانت الأرض تحيا بوابل المطر، فإن حياة القلوب لن تحيا إلا بوابل القرآن. ومن اللفتات العجيبة في كتاب الله العزيز أن الله عز وجل لما ذكر حياة القلوب ذكر بعدها حياة الأرض. في سورة الحديد قال تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. بعدها: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. ثم الرابط بين الحديث عن حياة الأرض والحديث عن حياة القلوب، الرابط هنا هو أن الله عز وجل إذا كان يحيي الأرض الميتة بوابل السماء، فإن القلوب الميتة لن تحيا إلا بوابل السماء وهو القرآن. وهذا ما ورد في سورة الحديد. إذن لا بد للإنسان أن يقف مع نفسه وقفة معاتبة ومكاشفة، أين هو من ذكر الله؟ أفضل الأذكار خمسة أمور، لا بد أن تكون هذه الأذكار في كل يوم لك 100 مرة في كل ذكر. اجعل هذا شعارك ودثارك وديدنك. 5 أمور: أولا أن تقول سبحان الله وبحمده كل يوم 100 مرة، قال ذلك غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر كما في حديث البخاري. من قال سبحان الله وبحمده كل يوم 100 مرة. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة بالجنة. كم من الوقت نضيعه؟ ولذلك أقول من علامة المقت الغضب إضاعة الوقت. فإن أردت أن تعرف هل رضي الله عنك، أقول لك: هل شغلك الله بذكره أم لا؟ 2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. من قال ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام محيت عنه 1000 خطيئة ورفع 1000 درجة، كما قال عليه الصلاة والسلام. 3: الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بالصيغة الإبراهيمية 100 مرة أو أي صيغة من الصيغ. 4: الباقيات الصالحات، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الكلمات التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام 4 كلمات لا يضرك بأيهن بدأت. الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات وردت في سورتين متجاورتين في القرآن الكريم، سورة الكهف وسورة مريم.
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وخير مرد. وقارن الله بين الباقيات الصالحات وبين المال والبنين. لماذا؟ لأن الناس يتفاخرون في الدنيا بالمال والبنين، أما الفخار يوم القيامة فيكون بالباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذه الكلمات الأربع سبب من أسباب استجابة الدعاء، وهذه الباقيات الصالحات هي هدية سيدنا إبراهيم عليه السلام في ليلة الإسراء والمعراج، لما قابل النبي عليه الصلاة والسلام عند سدرة المنتهى فقال له: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام عليك الصلاة والسلام يا قليل الرحمن، وأخبرهم بأن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الأمور الأربعة لو الإنسان التزم بها كل واحدة 100 مرة سيلقى الله عز وجل وليس عليه خطيئة. ربما زاحم الصالحين على باب الجنة، أسأل الله تعالى أن يلهمنا ذكره. اللهم لا تنسينا ذكرك ولا تؤمنا مكرك ولا تكتبنا مع الغافلين. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.